سلام حبايب، كيفكن؟ كيف صحتكن؟ شو اخباركن؟ ان شاء الله رب تكونوا كلياتكم بألف خير. اول شي اهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضموا لعائلتي جديد، وخليلي قلبكن يا احلى بنات في الدنيا كلها. وقبل ما نبلش بالفيديو، لا تنسوا تحطولي لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس مشان يوصل كل جديد مني. واسفة كتير لاني غيرت صورة القناة، وفي كتير بنات انه ما عاد يعرفوا انا هي قناتي، واول وحدة هي انه اختي اللي ما عندها قناة يلعب تتابعني. دقت لي قالت لي وين قناتك؟ ليش اختفت؟ قلت لها ما اختفت بس غيرت الصورة. فكتير بنات انه صار فيهم مثل اختي، فرح حاول انه ادور على الصورة القديمة ورجعها. هلا هون علوشة وابو علوشة راح يودوا لي يحيى على الروضة. هون ابن عمي عم بيصور لي مقطع من الروضة، عم بيقول لي طلعي الاولاد، انه عم بتقول لي لسه الوقت بكير، انه ما راح ادخل لك اياه، بس قال لي بالاخير قعدت شوي انا وعلي حتى انه اجوا الطلاب ودخلون، لاني يحيى عم بروح بكير، يعني تخيل بروح قبل ابوي ما يروح على الشغل، فهو بروح بودي بوصله بعدهم بجي هون بعمله يا قهوه يا نسكافيه بشربه بعدهم بروح على شغله. بحما الله الله يحمي يا رب. هلا اليوم رح يجوا لعندي اهلي، اول زياره لعندي رح يجوا على هذا البيت. فجبت انا شوية هيك عدة محشي حابه انه اسوي لهم اياها، كوسة بنجان قرع، فقلت رح اعورهم الصبح انه بخلص منهم، شان شفتوا ما قضية انا وماما وعم بشتغل. وبعدوني بعد ما مشيت ابن عمي قلت رح مسح اول شي الاراضي ولم ضبطب المطبخ كلياته. هلا المطبخ هي ضبطبه على السريع، بس لسه عم ما خلصت على الثوب. في بنت كتير نقاط عملي لي جولة بالمطبخ، افتحي لي السحابات ورجيني شو حطيتي في قلبهم. والله يا اختي رح تساوي لك روتين بالمطبخ. هذا الغاز كمان اللي عم يضوي من تحت ايدي انا بس عن جد مثل ما قلت لكم انه كل غاز له اساس، في غاز اساسه للجره وفي غاز اساسه للدور غاز. وانا هون عم صور بعد ما خلصت، فبيندق الباب وبتجي لعندي سرفتي خليلي قلبها. قلت لها والله يا سرفتي جيتي بوقتي، لسه ما شربت قهوه بنشرب انا وانتي. بتعرفوا يا بنات والله بحب هيك المفاجأة، هيك الصبح هيك فجأة حدا يدق علي ويجي لعندي، والله بحطهم بعيوني خليلي قلبهم والله لا يحرمني منهم. وحطيت شوية خضرة هيك ناكلهم مثل هيك كسر صفرة مثل ما بقول. صباح الخير، صباح المحشي والكوسة والبنجان. جيت لعندي الصبح شوي سلفتي شوي، ها ودت ابني على المدرسة، قلت له أبوس قلبك تعي تساعديني بهالمحشي، تعازم اليوم أهلي لعندي. قلت تكرم عيونك جيبيهم خليلي قلبه، والله يقومها بالسلامة يا رب. طلعوا تعور غير شكل، هاي القرق هي كله قشرت لي اياه وقعورت لي من تحت ايديها، شايفين؟ وهي الرز هون كمان نقعته، هاي العظمات كمان نقعته شي حلو من الدم، وهي اللحمة طالعته. يعني خلي لي الايدين يوم ما بتشوفها. وبعد ما خلصنا انا وياها الشغل طبعا بس قعورته وحطيته على الزي، قلت لتجي ماما انه بحشي وبحطه على النار. هون طلعت هدوم الخسالة، قلت رح لبسهم رأسا شان يبسوا هن على الكراسي، يعني مثل ما لكم شايفين الدنيا شوب كتير. ورحت جبت ابني، جبت اولادي يعني واحد من المدرسة واحد من الروضة جبتهم معي. ولقيت اهلي عاملين لي مفاجأة وجايين بكير، قالت لي يعني ماما جايين بكير، يعني هلا هيك مثلا الساعة 12 وحدة هي جايين بكيرها، لاني بالعادة ما بيجوا لعندي تقريبا كنت اقول لثلاثة تنتين وحدة هيك عرفتي. بس المرة قلت لها ماما تعي بكير بدي اشرب معك قهوة، والله احلى مفاجأة لقيتها. لا قالت لي انا على الباب. ها قلت لها عن جد عم تمزحي؟ قال والله انا على الباب. هي اطيب قهوة تحت ايدين اختي، حتى جايبي لي معهم فطور، وشوفوا شو جايبي لي معهم يا عيني. خليلي اهلي اللي جايبي لي معهم فطور يا عيني، احلى صباح والله، احلى صباح مع الحبايب. والله انا اكثر شيء اذا قلت لكم كنت تضحكوا علي، اكثر شيء انا حابه بالبيت انه انا حوالين اللي بحبهم عن جد، هي اكثر شيء، لاني مثل ما بقولوا الجنه بلا ناس ما بتنداس. هلا هون بعد ما فطرنا وخلصنا ضبطت البيت كلياته، واختي مسحت الاراضي، وقلنا لحالنا هيك بنروح بنعلق على المحشي، وبعدين بنسوي هيك خضره وشغلات وبنقعد نتسلى فيهم لحتى يستوي المحشي. على فكره كثير كنت مشتهي عليه. كل التبله ما تبلت فيها الله يعطيها العافيه، وهي البنجان كله غسلته، هون المحشي كله طبقته، شايفين؟ بس ضل علق عليه يا عيني، احلى اجواء. ولأمي تسوى الكون، ولأمي تسوى الكون، أمي يا جنة من دونها ما تهنى،
من تحت ايدي ماما والاطلالي والخضار. ماما طالع هذا هون الجيران قدامي بزرعينا ايش اسمه بندوره وبنجان وايش بدك لك وكنا بطلع هن بسقوا وانا بطلع بقطف لهم. يا سلام على المحشي غير شكل لايك على الهوايات. وهيك يا بنات بعد مستوى المحشي الصراحة قلكم شغلة وقت بكون عندي ضيوف ما انه هيك بستوعب للتصوير على السوا. هلا هيك يعني ضلت انه انا مصور كل اللقطات وهلا هيك بالاخير انه مستوى العشاء طلع ايش محشي يعني تحت ايدي امي انا على صور امي الحشته وزل انا وزلفتي عورنا خلي لي قلبي هنا تنسلم ايديهم يا رب. بس طلع عن جد محشي كتير طيب. هو المحشي الاخضر هلا وقته وغير شكل. وهلا بعد ما خلصوا اهلي من عندي تعشينا وخلصنا اجا ابن خالي وركب لي تريات للبيت. هلا هيك كان منظر السقف طلع صورت لكم اياه كان محطوطه هاي التريا الصغنونه فهو جاب لي هدول التريات لعيفتهم انا كلهم ومسحتهم سويتهم عم بيضوا بعدين ركبتهم صار كتير حلو البيت فيهم. وحتى غيرت موديل غرفه القعده قالت لي ماما انه هيك احلى انه حتى وقت بدرس ابني انه بقعد انا على كنباي وهو كنباي بيطلع احلى ومسحت الاراضي كلياتهم عشان ما يضل علي شيء لتاني نهار لاني مثل ما بتعرفوا تاني نهار عندي دوام مدرسه ودوي في بكير واخذ هاد واجيب هاد وبتعرفوا انتو. بس مثل ما بتقولوا انتو الشغل بيخلص والعمر ما بيخلص يا بنات. هلا هون احكي لكم بعد ما خلصنا وجابنا عمي كمان حطيت له عشاء وتعشى وشربوا قهوه كمان هو وابن خالي. فبعتت لي الانسة الروضه انه هن لازم اغراض يعني مثل قرطاسيه مثل ما بقولوا فقالت لي انه بكره لازم تجيبيهم. فعمل هيك ابن عمي وراح على المكتبه كانت هون تقريبا الساعة 7 راح على المكتبة لقاها فاتحة فعطى الورقة وعطاه يعني الأغراض كلياتهم. فوقت اجى قلت له أنا هون قلت إنه مسح الأراضي لبين ما يجوا شفته دخل بإجريهم وركب التريا وحيك حفر بالمدقب فمشان هيك إنه صار غبرة كمان. بعد ما رجع معصب قلت له إيش بك؟ قام قال لي الله وكيلك طالبين أغراض تقولوا تقولي مو بس لابني لعشر اولاد معه. عن جد يعني والله يا بنات انه طالبين كل هالاغراض يعني ليش والله ما فهمت انا يعني واحد بطلب مثلا نوع تلوين لا هن طالبين هون اربع انواع خمس انواع تلوين. اي والله نحن بايام العاديه يعني ليش الكذب نحن بايام العاديه ما بنسخن نجيب كل هالالوان لاولادنا صح لا لا. اهلا ابن عمي جيب معك شو هدول؟ هدول؟ ايه هدول ليحيى للروضه؟ ايش كاتبين لي بالورقة بدون ورقة؟ لك مو قالوا ببلاش الروضة ببلاش الروضة؟ ايش كاتبين لي هون قال بدون 50 كمامة وبدون ورق هذا محارم محارم 10 ورق ايش كاتبوا لي ديوسة ولا غازة انت كلها على حسابي يعني طلع كاتبين لي ورقة طويلة عريضة يعني ما ماما 50 كمامة؟ ست هذا شو؟ و100 100 ايش؟ 100 شاليموني و20 جاملوا عيد ميلاد على 20 صحن اجي ديوزو يعني للبترسة كلها كل شهر والله يا روحي ما بعرف يلا الله يلبسك العافية. حاليا محارم معطرة ومحارم عادية وخلص حاجته يلا سلم ايديك سلم ايديك. ايش انا ادبرك اصرف عليه ولا اصرف على حالي؟ عمل له الراتب ابن عمي خلص عمل له الراتب. هذا رح اورجيكم اياهم. ومثل ما عودتكم يا بنات انه اقول اسماء الصبايا اللي حابين انه يطلعوا معي. واذا انتم كمان حابين طالع اسمكم عندي قولوا لي شو اسمكم. هلا اول صبيه هي هباء اهلا وسهلا فيك يا روحي وراح شوف شو راح اجيب يا ديوانات يا زاويه. ثاني صبيه هي ورده ابي كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي. وثالث صبيه هي نغم قلت لها كثير حبيت اسمك كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي. والصبيه هي فاطمه كمان اهلا وسهلا فيك يا روحي والله انك منوره. والصبية أزهار كمان أهلا وسهلا فيك يا روحي كمان منورة. والصبية ماريا كمان أهلا وسهلا فيك يا روحي كمان منورة. والصبية دعاء كمان أهلا وسهلا يا روحي كمان منورة. هلأ هون يا بنات أنا وعدتكم أنه بدي ورجيكم الغراض بس والله أنه كتير تعبت اليوم فقلت بفيديو الجاي إن شاء الله رح أفتحهم كلهم ورجيكم ياهم. لهون حبايبكم وصلنا لآخر الفيديو إن شاء الله يا رب يكون عجبكم وبحبكم كتير. سلامات.